صباح الخير مرة تانية على كل الناس اللي بتشوفنا، وهنبدأ فقرتنا النهاردة وفقرة الصحافة، وانتوا تشربوا القهوة كده تعرفوا معانا أهم المنشطات والأخبار الموجودة معانا في جميع الجرائد النهاردة. هيعلق على الأخبار معانا النهاردة الأستاذ مصطفى الأسواني، وهو صحفي بجريدة الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ازيك يا أستاذ مصطفى؟ الحمد لله تمام. طبعا بداية كده هنعلق، يعني هسرد الأخبار للناس ونرجع نعلق على الأخبار بتاعتنا خبر خبر. لكن طبعا عايزه قبل ما نبدا في اخبارنا النهارده اتكلم معاك عن الخبر اللي بننهي بيه صفحه 2013، وهو وفاه الزعيم نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 95 عام. هو اولا يعني هنقول ربنا يرحمه بالتأكيد على العمل وكله في حياته ان شاء الله، بس ما نقدرش نقول بقى ان احنا بنقفل بيها صفحه 2013، يعني لسه باقي كام يوم كده ربنا يستر فيهم برده خلال الايام اللي جايه دي. بالنسبه للي بيحصل اني اول امبارح كان يعني شاعر الشعب او هنقول شاعر العاميه بقى الله يرحمه احمد فؤاد نجم، ودلوقتي المناضل واللي هو يعني موحد جنوب افريقيا نيلسون مانديلا اللي توفي في ساعه متاخره من مساء الخميس، واللي كان يعني قضى 27 سنة من حياته في السجن، وخرج بعدها رئيسا لجنوب أفريقيا، وكان يعتبر أول رئيس يعني أسود يحكم البلاد. كان الأقلية البيضاء في الفترة دي في جنوب أفريقيا كانت خشيت من أنه يخرج لينتقم بعد يعني المعاناة والتفرقة العنصرية اللي كانت ضد السود في الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا، إلا أنه هو خرج برسالة تسامح، خرج أنه ما فيش حقد، ما فيش أي حاجة خلاص، أن احنا دلوقتي دعي الخلافات ونبدأ في البناء. وكان يعني النضال يعني جزء من حياته، أو هو المشكل الرئيسي في حياة مانديلا. قضى عام واحد فقط في رئاسة الحكم، وكده كان ضرب مثل أو أعطى درس أنه يعتبر من الرؤساء الأفارقة القلائل اللي بيتنحوا طواعية، أو أن هم بيتقاعدوا عن الحكم ما بيتبتش فيها قوي بقى 30 سنة والحياة أيوة. دي فهو بعد عام واحد فقط وأسس مؤسسة مانديلا الخيرية، وكان قاد حملات عديدة ضد لمكافحة مرض الإيدز اللي توفى بها واحد من أبنائه. وكان يعني هو يعني عانى بصراع طويل كان مع المرض خلال الفترة الأخيرة، من انتقل من مستشفى إلى آخر، من مشاكل أورام سرطانية ومشاكل في الجهاز التنفسي في الرئة. ربنا يرحمه. يعني افريقيا امبارح كانت حزينه جدا، واحنا نفسنا ان شاء الله انه النماذج دي هو كان امنيه حياته انه حاجه كده يونيك او غريبه وتبقى موجوده وما تحصلش تاني. احنا نفسنا ده امنيه حياته انه يقضي على الفساد في جنوب افريقيا، ولكن من تولى السلطه من بعده ما زال يعني سياستهم يشوبها الفساد، الا ان امله او حلمه ما زال مستمر في كتير جدا مقتدين به. هو كان يعتبر يعني الملهم لمناضل كتير جدا على مستوى العالم. مظبوط. خلينا بقى نبدا في اخبارنا النهارده، والمصري اليوم معانا بيقول انه النور نعم للدستور، مصر القويه يبحث المقاطعه، وتمرد تاتشن حمله نعم للمشاركه. أما الشروق صفحة أولى، وزير الدفاع يكتسح أردوغان ويفوز بلقب شخصية العام لمجلة تايم. المصري اليوم في الصفحة الأولى، وزير الدفاع في الصاعقة، سنقضي على الإرهاب الأسود. أما في الأهرام الصفحة 10، الرئيس يفتتح مشروعات تطوير مطار القاهرة، والفندق الجديد تكلفته 680 مليون جنيه. الأخبار صفحة 3، دوما وماهر تبادل الاتهامات في التحقيقات. أما في الأخبار صفحة أولى، مخابرات عالمية تخطط لتصفية مرسي بسبب قضية التخابر. الأهرام صفحة 2، 24 مليار جنيه حجم تجارة الشماريخ في مصر. خلينا نبدأ، وأول خبر معانا في المصري اليوم النهاردة أستاذ مصطفى، النور نعم للدستور، مصر القوية يبحث المقاطعة، وحملة تمرد تدشن حملة نعم للمشاركة. هو فور انتهاء لجنة الخمسين من يعني التصويت النهائي على المواد الدستور المقترحة أو مشروع الدستور الحالي قبل تسليمه للرئيس المؤقت للبلاد عادل منصور، كان الملاحظ يعني ممثل حزب النور داخل اللجنة انسحب من القاعة وما انتظرش حتى لالتقاط الصور التذكارية أو للتهنئة فور بدء العزف أو النشيد الوطني للبلاد. دلوقتي دي مجرد الملاحظة فقط على موقف حزب النور
اللي هو بيتكلم دلوقتي ان احنا في بدايه انتهاء من التصويت على مشروع الدستور، قال ان مواد الدستور حاليا مرضيه بصفه عامه للحزب وتطلعات الحزب ورغباته. دلوقتي بيتكلم، كان لسه تصريحات بالامس بيتكلموا برضو ان يعني ما ورد في الدستور حاليا مش كافي قوي لتطلعات الحزب ورغباته، ولكن احنا ارتضينا به لان هو شبه حافظ على مواد الهوية الإسلامية والشريعة الإسلامية في الدستور. ولكن موضوع ان هو توجهه للتصويت بنعم في الدستور معلوم تماما ان يعني كل الاحزاب اللي هي ذات خلفيه سياسيه او الاحزاب بالتيار الاسلامي السياسي في القيادات العليا بتصدر الامر، القواعد او قواعد الانتخابيه بتنفذ الامر، هنصوت بنعم يبقى حزب النور كله هيصوت بنعم هو معاه الدعوه السلفيه، ولكن حزب النور صوت بنعم او لم يصوت بنعم فالتوجه الشعب يعني واخد قراره لصالح الثوره والموجة الثورية الثانية أو استكمال الثورة في 30 يونيو، ثورة 25 يناير واستكمالها في 30 يونيو. بس حزب النور كان عنده اعتراضات كده يعني كتيرة، كان معترض على الناس عندها أسئلة كتير إنه ليه إيه طبطبة كتير على حزب النور دي، أساسهم كان بتبشر بإيه بإن حزب النور هيقول نعم للدستور؟ هو مش 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 موضوع تبشير إن هو هيقول نعم للدستور، لا يعني هو شاف إن مش حكاية تبشير، قصدي إنه ده يعني إيه خلفيته؟ هو القصة كلها إن هو شايف كده كده المركب ماشية في اتجاه نعم للدستور، فإن أنا بقى أركب المركب من دلوقتي واقول ان انا اللي كنت حشدت النعم بالدستور والولايه، انا ما حدش النعم دي ما كانتش هتكسب لان انا طرف الـ يعني اللي بيمثل الاسلاميين في البلد حاليا، فانا اللي تحدثت ان انا يعني حشدت النعم وانا كان ليا الفضل في ان نعم هي اللي تكسب. فهو بوجود النور او عدم وجوده، بدعوته او بعدم دعوته، هو نعم هي اللي هتكون لها الغلبه ان شاء الله، لان موقف. دلوقتي حاليا تمام اتفضل. لان حاليا دلوقتي يعني توجهات الشارع المصري كلها متجهه ناحيه النعم للدستور، القائمين على يعني وضع او تعديل دستور 2013 المعطل بتاع جماعه الاخوان برضو كانت يعني بعد خلافات كتيره جدا، ولا نشكك في يعني وطنيتهم، كان برضو ايدوا بان هو نعم الافضل وان ده يعتبر يعني من افضل الدساتير اللي كتبت في تاريخ مصر. تفسيرك ايه الموقف في مصر القويه والمقاطعه اللي هي عايزه تقوم بيها في الدستور؟ ده مبني برضو على موقف حزب النور، لان احنا عندنا الجماعات الاسلاميه اللي موجوده حاليا في الشارع المصري انقسمت او حصلت ما بينهم فتنه بخصوص موضوع الدستور، ما بين ان احنا هنؤيد نعم للدستور وان احنا هنعارض وهنقول لا للدستور، ما بين المقاطعه للدستور. حزب مصر القويه، ونعرف خلال الفتره اللي فاتت مواقف عبد المنعم بن فتوح المتقلبه او اللي مش ثابته على راي مالوش كلمه، مره يبقى معه ومره يبقى ضد، فدلوقتي ان هو يبحث المقاطعه، هيشوف حاليا من ضمن اللي بيبحثوا المقاطعه برضو احزاب البناء والتنميه والاصاله ومجموعه من الاحزاب المنتمه للتيار الاسلامي السياسي ايضا، واللي اتجهت المقاطعه صراحه كانت جماعه الاخوان، واللي هي وهي بتلجا للمقاطعه في بس لسه ما عملوش اي بيانات او اي حاجه تبرر المقاطعه دي بانه في مثلا مواد معينه هم رافضينها. لا لا، هم معترضين تماما على الحكومه وعلى شرعيه الحكومه، على شرعيه الرئيس المستشار عادل منصور الحالي، وان هم ملوش اي صفه رسميه في الدوله، وان هم اللي بيحصل ده مجرد انقلاب عسكري، فما ينفعش ان احنا مجرد نزولنا حتى لو شاركنا بالتصويت بلا على الدستور يبقى ده كده اعتراف مننا بشرعيه الحكومه. فالاخوان بتلجأ ان مش عايزين يوصلوا للمرحله دي، فبالتالي المقاطعه، وهينزلوا هيعملوا حشد في الشارع خلال ايام الاستفتاء على الدستور لتعطيل عمليه الاستفتاء. طيب نروح لتمرد بقى، وهي تدشن حمله دلوقتي للنعم للمشاركه، وهي يعني على طول كده بيكون ليها المواقف اللي بتنزل بيها في الشارع للناس وتبدا تجمع في اصوات وتحشد الناس وتشجع الناس وتحمسهم تجاه يعني مواقف معينه، فانت رايك ايه؟ والله يعني انا اشجع ان اي حمله تبقى اللي موجهه للشارع المصري ان انت هتشارك في الاستفتاء على الدستور، دي حاجه كويسه جدا ومشكور الجهد عليها، ولكن ان انا لم يعني انزل في توجيه لراي الشارع المصري ان انا ما اوجهش واقول له قول نعم. يعني انت شايف انه الحمله لو نزلت توعي الناس ان هي لازم لكن يعني توجه دي لا. يبقى شكر يعني نشكرهم جدا على اللي هيعملوه، ولكن موضوع التوجيه ان احنا نعم ولا، فان احنا كده ما فرقناش على موضوع ان احنا نتدخل بالزيت والسكر عشان نقوله نعم وقوله لا والدين يكسب ومش الدين يكسب. صح. الشروف في الصفحه الاولى، وزير الدفاع يكتسح اردوغان في شخصيه او يفوز بلقب شخصيه العام لمجله تايم،
والناس كلها تقريبا يعني برضو دخلت على الانترنت وبدات تصوت وتحط صوتها لوزير الدفاع طبعا الفريق الاول عبد الفتاح السيسي علشان يحزو او ياخد اللقب يعني. فانت رايك ايه في الموضوع ده؟ انت يعني مهتم كنت بالحكايه دي ولا لا؟ هو يعني مهتم من باب الاطلاع ونشوف يعني الموازين بتنقلب الى صالح مين، واللي هو انت معروف في عالم السياسه كلمه يعني كلمه من شخص بتطلعه او بتنزله، فبناء على موقف اردوغان اللي كان من خلال الفتره الماضيه يعني هنقول الشارع المصري كله كان يتمنى ان رئيس مصر هو يكون زي اردوغان في يعني في نهوضه بالاقتصاد التركي تمام، وان هو سعيه لان الدوله بتاعته تبقى بالاضافه الى ان هي عضو في حلف الناتو وان هي تبقى عضو في الاتحاد الاوروبي وان هي يكون من مصاف الدول او الدول المسيطره على العالم. وحاليا برضو يعني مثلا ملحوظ جدا ان تركيا بتسعى انها تستعيد امجادها في الامبراطوريه العثمانيه، فهي شايفه حقها في التدخل في دول او في الازمات اللي بتحصل حاليا في منطقه الشرق الاوسط، ده من باب يعني حق اصيل لها ان هي تسترجع ارثها القديم فبتنافس في الموضوع ده برضو حاليا يعني هنقول فرنسا والولايات المتحده وروسيا ده من ناحيه. فيجي دلوقتي اردوغان من تصريحاته المعاديه للشعب المصري ولاراده الشعب المصري ما يعني بقى الشعب خلاص قبل حتى ما التحركات الرسميه من الدوله تتجه لطرد السفير التركي كان يعني الشعب هو اللي لجأ ان احنا مش عايزين اي علاقات بدا ينفر يعني فبالتالي بدات اتجاهاته او اصواته تروح طبعا، وده اللي بدا واضح برضو يعني من نسبه التصويت اللي حصل عليه وزير الدفاع انه حصل على 26% واردوغان بفرق كبير جدا ما بينه وما بين اردوغان اللي حصل على 20%. ماشي، وده مؤشر يعني لتوجه الشعبي. المصر اليوم صفحة أولى وزير الدفاع في الصاعقة سنقضي على الإرهاب الأسود، وطبعا البيان أو زي ما نقول الرسالة اللي كان بيقولها من خلال المناورة دي كانت واصلة لكل الناس جدا يعني. بالضبط، وإحنا معروف عندنا يعني اللي هو عصب الجيش المصري هي قوات الصاعقة، وإن دلوقتي يضيف إلى يعني برامج التدريب بتاعتها موضوع ان احنا يبقى فيه كيفيه المواجهه مع الارهاب. وكان من ضمن العمليات او المناورات اللي شهدها الفريق عبد الفتاح السيسي كانت يعني، ودي اللي هي هنقول مثلا حاجه من الصعوبات، موضوع ان هنا قاموا بتمثيل دور طائرة مختطفة والقوات هتخلص الرهائن من عليها في الجو واللي هو الاقتراب الحذر وهكذا. يعني الشغل اللي بيتعمل قدام الناس كلها. يعني. بالضبط، وعمليات الاشتباك واللي هو يعني المواجهة في تحديد أهداف ثابتة وأهداف متحركة. بالضبط. الأهرام صفحة 10، الرئيس يفتتح مشروعات تطوير مطار القاهرة والفندق الجديد بتكلفة 680 مليون جنيه. هو حاليا يعني في ظل الازمات اللي بتحصل بتمر بها البلد ان يبقى في مشروع زي ده، والوزاره وزاره الطيران تلتزم بان هي تسلم المبنى في التوقيت ده واللي هو في نفس التوقيت اللي كان محدد لها، فده يعتبر انجاز. وبالتالي هنقول مثلا ان في اللي هو يعني في فئه في الدوله اللي هي بتعمل في صمت مستمره في انجاز المهام الموكله اليها، في ازمات بتمر بها البلد، ولكن على الناحيه الثانيه او ان احنا مثلا الاعلام مركز مع الخلافات ومع الاستقطابات اللي بتحصل ما بين او الخلافات السياسيه عموما ما بركزش على حاجه ثانيه فيها انجازات، لكن في جوانب ثانيه بيكون فيها انجازات زي انجازات. مطار القاهره ودلوقتي خلال الفتره المقبله برضو هيتم الانتهاء من تطوير صاله الركاب في مطار القاهره بالاضافه الى الفندق اللي هو ان انت ده مطار القاهره مطار محوري، فهيستقبل يعني هيبقى ساعة الاستقبال بتاعته 74 مليون راكب خلال الفترة اللي جاية. ده شيء جميل. الأخبار صفحة 3، دوما وماهر تبادل الاتهامات في التحقيقات. هو داخل يعني في التحقيقات اللي متهم فيها دوما وأحمد دوما وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل بالنسبة ل يعني لمشاركتهم في او لدعوتهم وتحريضهم على ان هم يعملوا ينظموا مظاهرة تخالف لقانون التظاهر. فهما في اثناء التحقيق تبادل الاتهامات في موضوع ان انت متحمل مسؤوليه الدعوه للتظاهر او يعني ما بين الاثنين انت المسؤول عن انت شايف الفريم ده اللي هما بيتخانقوا فيه عليه، وانه هما بيخشوا في فريم نشطاء وبيقفوا قدام الناس يحصل بينهم كل المناوشات دي، يعني انت شايف الموضوع ازاي؟ يعني ممكن نقدر نقول في كانت لسه امبارح برضو حصلت موقف كده، كان في اتنين من برضو اللي بيطلق عليهم النشطاء يعني اللي هم كشفوا اوراق بعض قدام الناس كلها ما بين ده بيتهموا بان انت لك جذور اخوانيه وممول من اللي هو يعني
ذكروا مركز ما كده لا داعي لذكر الاسم، والشخص الاخر كان بيدافع عن نفسه بان احنا كنا بنتلقى تمويلات من فريدم هاوس والمنظمات. هو ده الوقت اللي بيسقط في الاقنعه بالظبط. فهنا انت يبقى ان هم في مواجهه مع بعض والاثنين في خانه واحده او في مركب واحده بتغرق وكل واحد بيحاول ينقذ نفسه، فبالتالي هم هو ده الشكل اللي بيخلي الناس تنفر منهم ويعرفوا بالظبط. فاحنا هنعرف اذا كان من منهم الوطني وما منهم اللي هو بقى بالفعل ما يقال عنه ان هو ممول من الخارج او يتلقى دعم من جهات خارجيه وتنفيذ يعني اجنده خارجيه داخل البلاد، هيثبت خلال الفتره المقبله. الاخبار صفحه اولى، مخابرات عالميه تخطط لتصفيه مرسي بعد قضيه التخابر. الخبر ده مفترض ان هو خبر مهم جدا، لانه مرسي دلوقتي مفترض ان هو في حمايه الشرطه المصريه والمخابرات المصريه. فشايف الخبر ده معناه ايه؟ يعني هل هو عباره عن تسريبات؟ هل هو عباره عن تهديدات؟ هل هو عباره عن ايه بالظبط؟ هو الجهات اللي سربت الخبر ما افصحتش عن يعني الجهه او مين هي المخابرات المقصود بها اللي هي اللي بتستهدف مرسي حاليا. تمام، ولكن تم ربط الخبر بخبر اخر وهو قرار منع زياره هيئه الدفاع مرسي وابن مرسي لمرسي في سجن برج العرب بحجه ان هو ان انتم مش معاكم تصريح من النائب العام. يعني بدون تصريح من النائب العام مفيش زياره لمرسي. وهي لازم تاخد الاذن او الورقه من النائب العام شخصيا. وده القرار اللي اتخذته الداخليه حاليا والداخليه في الموضوع ده، اذا يعني شافت ان فيه يعني خطوره على السجين او ما يهدد امنه وحياته فبتتخذ الاجراء اللي ونفس الحكايه بالنسبه لباقي القيادات بالظبط اللي تراه مناسب. تاني حاجه كان بالاضافه لموضوع ان انت لازم تاخد تصريح من النائب العام شخصيا، كان مرسي حاليا نطبق عليه عقوبه شهر ممنوع من الزياره لسبب مخالفته للوائح لوائح السجن ما التزمش بيها خلال الفتره اللي فاتت، وان هو البيان اللي سربوا مع احد المحامين بتوعه في الزياره الاخيره له. أيوة. فبالتالي كان يعني مدير السجون خد قرار بحبسه او يعني بمعاقبته شهر ممنوع من الزيارات. فبالتالي هتحصل على تصريح من النائب العام، هتستنى برضو مده العقوبه تنتهي وبعد كده يتم السماح لك بان انت تدخل زياره مرسي. فلحد دلوقتي برضو موضوع لسه مبهم، مفيش اي تفاصيل مرسي، ولكن هو بالفعل في خطر عليه ومن قيادات الاخوان نفسهم. اعتقد ان الخطوه دي ممكن تكون يعني في عند المخابرات وعند الجهاز الشرطه أكيد, اكيد عندهم خلفيه ان ممكن حاجات زي دي ممكن تحصل. طيب سريعا جدا عايزين نقول للاهرام صفحه 224 مليار جنيه حجم تجاره الشماريخ في مصر. بتبص للخبر ده لما بتقراه بتبص تشوف ايه؟ يعني انه هو ده بيتاجر في مخدرات يعني بالظبط كده. 24 مليار جنيه حجم تجاره الشماريخ في مصر. فهو اولا معروف ان يعني الشماريخ والصواريخ دي من الممنوعات بقوانين دخولها مصر، ولكن يعني المعروف ان القانون تم تطبيقه او تم تفعيله بدايه من 2009. فما قبل 2009 كانت يعني تم اغراق السوق المصري بالشماريخ والصواريخ اللي بتتفاوت اسعارها بقى بتصل ل 100 جنيه و150 ومع ذلك الناس كلها بتجيبها مش عارفه ازاي بالظبط. هو يعني التقارير النهائيه بتقول ان التاجر بيكسب في اليوم الواحد من يعني 10000 جنيه ربح من تجاره الصواريخ صواريخ والشماريخ. يعني استاذ مصطفى انا بشكرك على وجودك معانا النهارده في نهارك سعيد، وان شاء الله نشوفك المره القادمه معانا اخبار تكون مفرحه اكتر كده ويكون فيها يعني بشائر حلوه. شكرا ليك وشكرا على وجودك معانا. مشاهدينا خلصت فقره الصحافه النهارده معانا في نهارك سعيد. لسه معانا فقرات كتير جدا طبعا على مدار اليوم. كان معانا الاستاذ مصطفى الاسواني وهو صحفي بجريده الشروق علق معانا على اخبارنا النهارده. سيبكم مع بريك صغير جدا ونرجع مره تانية نكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد.